التلفزيون في ايه؟ عارفها الأغنية دي؟ لا. دي الأغنية بتاعت محمد هنيدي في دبي. في دبي؟ رحت دبي قبل كده؟ لا ما رحتش دبي؟ طب سافرت فين؟ سافرت في ليبيا. ورحت حتة تانية غير ليبيا؟ لا. سافرت في الأردن. في الأردن؟ رحت الأردن؟ وانا شفت بحر الميت. بحر الميت ما فيش ولا اسماك ولا قرش. ده كان عامل ازاي البحر الميت ده؟ عامل كده؟ لا بس انا ما شفتوش. احكوا لي عنه يعني. وانت لازم تمشي لارض عشان تشوف بحر الميت. طب ما انت شفته، احكوهولي يعني ايه عامل ازاي. مش عارف. وعمل كده. مش ميت؟ لا هو بحر الميت. طيب. بحر الميت مفيش ولا اسمين. طب مش اللي بيموت بيعمل كده؟ لا هو كده بحر الميت. انت بتحب المدرسة؟ بحب المدرسة. بتروح كل يوم المدرسة؟ كل يوم. وعندك صحاب في المدرسة؟ مين اكتر واحد صاحبك في المدرسة؟ ادهم. ادهم وكريم. ليه بتحب ادهم؟ كده عشان هو صاحبي. يعني عشان هو جدع، عشان هو راجل، عشان هو بيسمع كلامك، عشان هو ايه؟ عشان هو يسمع كلامي. عشان بيسمع كلامك. ومين تاني؟ وكريم. كريم برضو بتحبه. طب وما جبتش ليه سيرة اسمها ايه دي؟ اسمها ريتاج. ريتاج؟ اخبار ريتاج ايه؟ كويسة. لكن هي قالولها ما تذهبش. قالولها ما تذهبش ما تروحش. ما تروحش فين؟ ما تروحش هنا. هنا؟ هنا في البرنامج ده؟ ما تقدرش. ليه؟ يا صغيرة؟ يا كبيرة. أكبر بقى. لكن هي غضبانة. ليه؟ كده غضبانة من ايه؟ مش عارف. طيب نبقى نشوفها، نقابلها تيجي كده نقلب نشوف بقى ايه القناة اللي بعد كده. دي طفلة. الله يخليك. تسلم ايه؟ تسلم يا كده. يلا لعب غيرها وما تجيش. تقصد اغنية تسلم؟ هو يقول تسلم. هو بيقول تسلم؟ هيقول تسلم. طب قولها بسرعة قبل ما هو يقولها. بيقولها ازاي؟ استنى بعد قبل ما يقولها. قبل ما يقولها عشان اتأكد انك انت عارف وان هي اسمها كده. قول. طب قول معاه. بها؟ بحبها تسلم. تحب الأغنية دي؟ طب سمعت الأغنية دي فين أول مرة؟ سمعتها. سمعتها في التلفزيون. لا سمعتها في تلفون مامتي. عشان كده حبيتها؟ بس أنت بتعرف تعمل كده إزاي؟ كده وكده. ايه ده؟ طب اللي بيغني ده اسمه ايه؟ بغني ده اسمه ايه؟ بغني هو تسلم. ايوه اسمه ايه بقى اللي بيغني؟ لكن ما تعرفش اسمه ايه؟ لكن هو تسلم. ايوه ما تعرفش اسمه ايه؟ لكن هو تسلم. يا سيدي ايوه هو تسلم. انت ما تعرفش اسمه ايه؟ عرفت اسمه.